فتيحة مولات الفضيحة الطواليت تحكمت بأمين سجن نافدة هي ورجلها بعد ما الشاب كامل بقى تبعها، وكوشي كيقول بلي قاست الحياء العام، والنتيجة كانت أن السلطات ما عطلوهاش وعطوها درس عمرها تنساه. وطوطون بعد التصريحات ديالو كوشي ناض كيهاجمو على قبل الحشيش على أساس أنه كيخرج على شباب المستقبل، والنتيجة كانت أن الوزير بن سعيد مهدد بالطرد، وطوطو حتى هو تبعوه قضائيا، خاصة بعد فضيحة البولفار اللي بعض الناس كيقولوا أنه كانت عندها أغراض سياسية. هادو بعض الأحكام اللي كانوا غير عادلين، وأكبر عقاب كان ممكن يتعطى الفتيحة ورجلها هو أن كوشي يبلغ بالقناة ديالها ويلغي المتابعة ديالها، مع العلم أن الناس اللي متبعينها ما عرفت الصراحة واش عندهم العقل ولا شي حاجة أخرى. الموضوع ده هاد الفيديو ما هو لا طوطو ولا فتيحة، لأنه الناس اللي ما مسوقاش لهاد الشيء غتلقاهم أصلا ما كيتفرجوش فيهم بجوج. ولكن الحاجة اللي كتير استغراب هي واش بنادم مسالي شغله لدرجة يبقى مقابل الناس وينسى راسه والمستقبل ديالو وكل شيء فهاد الوقت اللي المواطنين كيعيشوا في أزمة اقتصادية والأغلبية كتشكيو مقصحة من غلاء الأسعار، وبلاص ما يدافعوا على راسهم وعلى حقهم كتلقاهم مقابلين دنيا باطمة وصاحبة راجلها أو لدريس الروخ وسارة بيرلز. ما عنديش لكم أمثلة كثيرة صراحة، لأنني كنعرف بلي الحاجة اللي ما غنستافدش منها ما غاديش أصلا نتفرج فيها ونضيع وقتي، وبالتالي المسألة كتبقى اختيار شخصي ديال واش غتفرج في التفاهة أو لا. وكنظن على أن هادشي كيبين بلي بنادم هو اللي كيختار يتفرج في التفاهة وينزقدها بلاص ما كان من الممكن أنهم يتفرج فيها أصلا، لأنه فاش كتجاهل المحتوى التافه ما غاديش يكون عندك مالين روتيني اليومي مشاهدات، وبالتالي ما غاديش يربحوا فلوس من يوتيوب ولا فيسبوك، وتما غيعرفوا بلي داكشي ما خدامش وغيحبسوا. ولكن فاش بنادم كيتفرج فيهم واخا كيسبهم يوتيوب ولا فيسبوك ما كيعرفش بلي هذاك سبان، وبالتالي كيطلع التفاعل ولي فيو اللي من بعد كيتخلصوا منهم بالفلوس. واش خبركم بلي وسائل التواصل الاجتماعي الغرض ديالها هي تكلخ بنادم، لانه كتخلي بنادم يستهلك غير المعلومات اللي كيتعطاو ليه، وبالتالي كيعجز يمشي يقلب راسو باش يتاكد، ومع الوقت الدماغ ما كيبقاش داير خدمته وكيتكلخ. واش خبركم بلي هاد الاخبار التافهه الغرض ديالها هي تخلي بنادم ملهي على المشاكل اللي واقعه دابا؟ بنادم عطاو على البراني، عطاو على اللي لاباس عليه وحنا الدراويش نموتوا. واش جاتكم عادي ان الشاب عام وهو كيغوت بغلاء الاسعار وما تسوقوش ليه في الوقت اللي القضيه فتيحه التافهه دغيا لقاو لها الحل وكلشي فرحان وعجبو الحال، حيت السلطات زعما دارت خدمتها واستجبت لغضب الشعب، والحوايج اللي بصح كيضرب المواطن حتى واحد ما كيحاول يلقى ليهم الحل. نظن على هاد الارض ضحينا عليها، قطعنا صبابطنا، ما خلينا ما درنا في هاد البلاد. الشعب المغربي اللي خاض حروب ودافع على البلاد ووقف في وجه المستعمرين دابا ما بقاش قادر يدافع حتى على راسو، واكثر حاجه كيعرف يديرها هي يكتف مواقع التواصل الاجتماعي ارحل اخ النوش، زعما انا هضرت وكندافع على البلاد وما نتفقش مع غلاء الاسعار، ماشي معقول توري الناس شنو دير وتقول لهم يديروا المقاطعه، حيت المقاطعه هو اسلوب راقي وماشي كلشي كيعرف ليه. كون بصح بنادم كان مقصح ماديا ما غتلقاش باقي كيشري الزيت والحليب اللي كلشي قاطعو في 2018 وفي الاخر نقصوا ليه الثمن ودابا بدلوا ليه الديزاين والشكل ورطوه بثلاثة دراهم ونص، زعما الشعب مكلخ وسهل التربيه. هذه ولات ب 1000 فرانك، هذه ما تشريش ما تقليش لك حتى نص كيلو ديال السردين، ما تقليش لك السيطر ديال الزيت وليت كندوز به 10 ايام، ما بقيت لا كنقلي لا كنطيب. حنا شعب المرقه والخبز، شعب ما قادرش يقاطع المنتجات اللي غاليين عليه، فعادي انهم يزيدوا في الاسمنه حيت كلشي باقي كيشري. كيفاش بغيتيهم يعرفوا بلي الاسمنه ارتفعت وبلي الدرويش ما بقاش كيلقى ما ياكل، وهما كيشوفوا بلي الحوانت عامرين وكلشي كيشري؟ انجح المقاطعات اللي دازوا في التاريخ هما ديال الناس اللي ما بقاوش كيشريو اصلا، وبالتالي المنتجات ديالهم ما بقاوش كيتباعوا كيخسروا، الحاجه اللي كتسبب لهم في خسائر ماديه كبيره للشركه وكتخليهم يوليو عاطين قيمه للمستهلك، وكيعرفوا بلي المستهلك هو اللي كيتحكم فيهم ماشي هما اللي كيتحكموا فيه.